هل يستطيع الأهلي أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟ الإجابة نعم. هل يستطيع الأهلي أن يتفوق ويفوز على الوداد المغربي على أرضه وسط جمهوره يوم الأحد في نهائي دوري الأبطال أو في مباراة العودة؟ والإجابة أيضا نعم. طب الكلام ده مبني على إيه؟ مبني على تاريخ، ومبني على حقائق، ومبني على أرقام. تاريخ بيقول أنه الأهلي في أوقات كتير جدا في مباراة الذهاب اللي لعبها هنا على أرضه ما حققش نتيجة إيجابية، وقدر أن هو يحسم اللقب ده في الخارج على كبار القارة، مرة على حساب الترجي التونسي، مرة على حساب الصفاقيس التونسي، بل انه قدر ان هو يتفوق على فريق الوداد نفسه على ملعبه وفي وسط جمهوره مرتين، والاثنين كانوا في دوري الابطال. ايه اللي يمنع انها تتكرر، وخصوصا انك انت رايح بافضليه في النتيجه وافضليه معنويه، لان عندك فرص كتيره جدا لحسم اللقب لصالحك يوم الحد القادم. لكن ده ما يمنعش انه في اسئله كتيره جدا بين السطور ننتظر اجابتها من نجم كبير بيشرفنا النهارده في سادسه، كابتن خالد جد الله. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير يا احمد، تحياتي ليك. اقول لك مبروك مؤقتا لغايه ان شاء الله ما نقول المبروك الاهم والاكبر بالفوز والتتويج ان شاء الله بلقب دوري الابطال. طبعا مبروك على كل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره على الفوز بتاع اول امبارح، وده فوز منطقي وطبيعي. كنا نتمنى ان النتيجه تكون اكتر من كده، ولكن احنا بنلعب فاينل افريقيا مع فرقه ليها تاريخ وليها شخصيه، وبطل النسخه اللي فاتت اللي هو فريق الوداد فريق قوي، فمن الطبيعي ان الماتش لو طلع 2-1 ده طبيعي بالنسبه لي، وان الماتش اللي جاي باذن الله لو ربنا كرمنا وكسبنا ده طبيعي برضو بالنسبه لي. فهو مفيش قلق، احنا كسبنا الماتش اللي فات، اهم حاجه ازاي نحضر نفسنا ونحضر لعبتنا للماتش اللي جاي يوم الاحد باذن الله. طيب خليني ابدا من هنا. الفوارق اللي ظهرت بين الفرقتين واللي ترجمتها ارقام المباراه، هل بتشوفها نتيجه مباشره للفوارق الفنيه وفوارق في الامكانيات اللي بين الفرقتين، ولا كان للارض من الملعب يعني والجمهور السبب الرئيسي في ده؟ لا طبعا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد في كل المباريات اللي هي يعني بتجيب لنا بطولات، وجمهور مثالي، اعداد غفيره، بيشجع بشكل هايل. ولكن نيجي نتكلم في حته تانية في الفروقات الفنيه، الفروقات الفنيه ما بيننا وما بين فرقه الوداد، لا في مصلحتنا احنا. الفرق ما بين فرقتنا وما بين فرقه الوداد الحلول الفرديه اللي عند اللعيبه عندنا اكتر كتير جدا من فرقه الوداد. فرقه الوداد الحلول الفرديه للعيبه قليله، هم بيلعبوا بشكل جماعي. ما عندهمش نجم واحد، النجم هو الفريق. بينفذوا النواحي الدفاعيه بشكل كويس جدا من ناحيه التمركز ومن ناحيه الارتداد السريع في نص ملعبهم بعد فقدان الكوره، بيعتمدوا على الكاونتر اتاك وعندهم شويه سرعات. في الماتش هناك خليني قبل ما اروح للماتش هناك اتكلم على الماتش هنا. لو قسمت الماتش هنا لجزئين، جزء هو الشوط الاول وجزء هو الشوط الثاني، هجد انه الاهلي تقريبا سيطر واستحوذ وعمل كل حاجه في الكوره في الشوط الاول، لدرجه اللي وصل فيها معدل استحواذه تقريبا ل 80 واكثر من 85%، صناعه فرص، خطوره على المرمى، فتره غاب فيها الوداد تمام. اختلف الشكل ده في الجزء الثاني من المباراه، في الشوط الثاني من المباراه، وبقى الى حد ما حسينا انه في نديه، حسينا انه الوداد تخلى عن الشكل الدفاعي اللي ظهر عليه في الشوط الاول وابتدى يبادل الاهلي الهجوم ووصل في كوره او في كورتين. من وجهه نظرك هل ده كان ليه اسبابه؟ هل شايف انه كان ليه اسباب في فكر مستر كولر انه الطريقه تتغير، ولا الوداد هو اللي فرض على الاهلي الاسلوب ده؟ لا كان ليه اسبابه. احنا الشوط الاولاني لغايه الدقيقه 65 من الشوط الثاني وان سايد جيم لمصلحه النادي الاهلي، تفوق في كل حاجه، تفوق لينا في جميع النواحي الفنيه جوه الملعب سواء دفاعيا او هجوميا. يمكن الرجاء خلال الشوط الاولاني كان ليهم فرصه واحده، الوداد كان ليهم فرصه وحيده اللي هو الانفراد اللي انقذه مصطفى شوبير. ومصطفى شوبير من احد المكاسب الكبيره جدا في هذا اللقاء. لغايه الدقيقه 65 زي ما بقول لك، الاستحواذ بنسبه 82 او 85% لمصلحه النادي الاهلي، احنا متسيدين اللقاء، احرزنا هدف خلال الشوط الاولاني. الاهلي الاكبر الوداد على ده، ولا دي كانت خطه سفين فاندنبروك؟ يعني الراجل هو متفق معاهم او محفظهم ان احنا هنلعب قدام الاهلي زون تكتل هنحاول نمنعه، ولا الاهلي اكبر وداد على ده يا كابتن خالد؟ لا هم دي كانت طريقتهم خلال ال 45 دقيقه الاولى. هو كان عايز ما يجيش فيه جوان، عايز يطلع 0-0.
بأي بقى أداء وبأي عرض، هو ما يهموش إن هو يلعب هو بشكل كويس، هو يهمه إزاي إن يطلع خلال الشوط الأولاني 0-0. ربنا وفقنا وجبنا هدف قبل ما الشوط يخلص في الدقيقة 46 وتقدمنا بهدف. يمكن الهدف ده هو خلاهم يبتدوا يفكروا في إزاي يغيروا من طريقة اللعب بتاعتهم أو الأداء الهجومي بالذات بتاعهم. ولكن بالنسبة، أنا هقول لك سر على فرق شمال أفريقيا بالنسبة للمغرب وتونس والجزائر، دايما في الماتشات المصيرية دايما ما يبتدوش بحمية كبيرة جدا بحيث ان هم يجيبوك معاهم، يعني ما بيبتدوش بضغط عالي. وده اللي هتكلم فيه لما نيجي نتكلم على الماتش بتاع يوم الحد، ويمكن الكلام ده هيبقى عكس كلام ناس كتيرة. يعني ما يضغطش عليك من الاول، ما يلعبش بريتم عالي من الاول، لا بيهدي الدنيا بيهدي الدنيا عشان يهديك انت كمان معاه. وفي 10 دقايق او بريتمك خالص، وبعدين في ربع ساعه يفاجئك ويبتدي الريتم، تلاقي بقى كانك بتلعب فرقه ثانيه. فهم ده اللي عملوه خلال الشوط الاولاني، مهدين الدنيا خالص، بيدافعوا بس، ما لهمش اي تواجد، مش عايزين يعني ما لهمش تواجد هجومي عليه غير الفرصه اللي قلنا عليها عشان يطلعوا اول 45 دقيقه بدون اهداف. اكبر دليل على كلامي ده بعد ما احرزنا الهدف الثاني ابتدت فرقه الوداد تطلع لا الشكل بتاعها يتغير، اكنك بتلاعب فرقه ثانيه. ابتدوا يهاجموا بكثافه، ظاهرين الجنب ابتدوا بيهاجموا بشكل قوي جدا، والهدف اللي جابوه من تقدم الظهير الايمن، هم عندهم ظاهرين على فكره كويسين جدا، من احسن اثنين في الفرقه، الباك ليفت يحيى عطيه الله والباك رايت حلمود تقريبا، الاثنين هايلين وبيدوهم في النواحي الهجوميه خطوره بشكل رهيب جدا، لازم يتعمل حسابهم في الماتش اللي هناك. فالاداء اتغير. يحيى عطيه الله ما كانش المفروض يلعب الماتش اللي هناك، بس يلا يعني يلا معلش يمكن خير، كل حاجه خير كل على حاجة فكره خير. في الكوره لازم التفاؤل يكون موجود طبعا، واي حاجه ربنا لو كان هو كان المفروض يطرد ما اطردش يبقى خير، ممكن يغرقهم في الماتش اللي هناك. صحيح يعني صحيح. هو ده فرق شمال افريقيا، فرقه الوداد بتبتدي الماتش اللي جاي لو هنتكلم عليه. احنا بس كنت عايز اتكلم على ايه، في الماتشات اللي هي هتكسبك بطوله مهم قوي استثمار الفرص اللي تجيلك. انا كنت عايز قبل ما اروح مع حضرتك للقصه دي اكلمك على فكره الاستثمار الفرص اللي كنت بقول عليها حتى من بدايه معسكر الاهلي، من بعد ما خلصت الثلاث ماتشات بتوع الدوري والمستوى اللي شفناه في الاهلي في افريقيا، يعني في ماتشين الترجي هناك وهنا، وبعد كده ثلاث ماتشات في الدوري. كنت الحاجه اللي بقول عليها انه الحاجه اللي ناقصه في الاهلي او اللي محتاجه شغل مننا قبل ما نروح لنهائي دوري ابطال هي فكره استثمار الفرص. ومستر كولر اتكلم على ده حتى في المؤتمر الصحفي، قال لك احنا صحيح بنكسب كل الماتشات وصحيح ما بنستقبلش اهداف، لكن قدرتنا على صناعه الفرص الخطيره او المؤكده بعيده تماما على معدل احرازنا او تسجيلنا الاهداف. يعني واضح ان هو عارف ان المشكله، لكن حتى ده ما اترجمش في ماتش الذهاب يا كابتن خالد. احنا بنعرف نصنع فرص وبنوصل للجون بشكل كبير جدا، لكن الترجمه هي الاهم. الترجمه في ايه؟ في الماتشات الكبيره اللي هي هتكسبك بطوله، ممكن تجي لك فرصه لو استغلتها بتكسبك بطوله. صحيح. مفيش حاجه اسمها ضيع كوره، مفيش حاجه. احنا كان ممكن نكسب، تبقى النتيجه قبل الهدف بتاع الوداد 4-0. في كوره في الشوط الاولاني انفراد لكهربا شاطها في جون، يعني شاطها بشكل مش كويس. كان نسبه تركيزه قليله. في الشوط الثاني كوره حطها برجله الشمال اللي الجون طار ومسكها، برضه دي كان ممكن يتصرف فيها بشكل احسن من كده كتير، ان احنا فكان ممكن نكسب 4. فالماتشات الثقيله اللي زي دي اللي هي بيبقى فيها ضغط نفسي وبتلعب مع فرقه برضه نقدر نقول ان هي فرقه كويسه ليها تاريخ كسبت بطولات زيك، الفرصة اللي بتيجي مش تعوض، لازم يبقى نسبة تركيز اللاعب أكتر من 200% عشان يقدر يحرز بيها هدف ويريح بيها فرقته ويريح بيها النادي بتاعه. فنتمنى برضو يوم الحد، لأن الفرص يوم الحد مش هتبقى كتير بالنسبة لنا وبالنسبة له، والموفق في استغلال الفرصة أو الفرصتين اللي هتجيله هو ده اللي هيكسب الماتش. فنتمنى تبقى لاعبتنا درجة تركيزها عالية جداً، يتفرجوا على الماتش اللي فات بشكل مره واثنين واكيد هم طبعا بيتفرجوا، والجهاز الفني بيحللوا الماتش وبيفرجوا اللعيبه، ولكن استثمار الفرص. اداره كولر للمباراه هنا شفتها ازاي؟
اختياره للطريقة، اختياره للتشكيل، اختياره للأوراق البديلة، توقيت التغييرات، شفت إدارة مستر كولر إزاي؟ أول حاجة اختيار التشكيل هايل، 10 على 10، ده أحسن تشكيل أو أفوق لعيبة في الوقت دون هو ابتدى بيها الماتش. تمام. إدارته للماتش لغاية الدقيقة 65، 10 على 10، وكان أكتر من رائع. دايما أنا بقول إن كرة القدم ما فيهاش ثوابت، كل أنت والماتش شغال كل 5 دقايق في متغيرات، لازم تواكب هذه المتغيرات. بمعنى إيه؟ نمرة واحد لازم تحس بلاعبتك وصلوا لأنهي مرحلة من الجهد البدني، يعني وصلوا دلوقتي هم واقفين على رجليهم ولا ابتدوا يتعبوا. على فكرة احنا أكتر حاجة وقعنا فيها في الماتش اللي فات كملحوظة، يعني ان الاسراف في بذل الجهد من اول دقيقه، لعبنا اللعيبه بتاعتنا لعبت برتم عالي قوي، فضلوا شغالين على هذا الرتم العالي 60 دقيقه. بعد كده حصل دروب، وعشان كده مهم جدا برضو في ماتش يوم الحد كيفيه توزيع وتنظيم بذل الجهد خلال المباراه. تمام. انا مش يا فرحتي ان انا بلعب برتم عالي من اول دقيقه، ما انا هخلص زي الماراثون. الماراثون تلاقي دايما لعيب الماراثون بيبتدي عشان هيجري مسافه طويله جدا، بيبتدي برتم متوسط يفضل يحافظ عليه عليه عليه، وبعدين يبتدي يفتح في الاخر في النهايات. في حته تنظيم بذل الجهد دي مهمه جدا. تمام. لغايه الدقيقه 65 زي ما بقول لك هو كان اداؤه بشكل رائع. هو عمل تغييرين، واللعيبه احمد عبد القادر كان ومحمد شريف، وهم بيسخنوا في جون جه فينا. الجون فرقه الوداد جابت فينا الهدف. هنا انا كان نفسي يحصل وقفه، لان احنا كنا محتاجين من قبليها، واضح ان لعبتنا تعبت. التغييرات من وجهه نظري ان كان لازم نزود لعيب في نص الملعب برضو يشيل مع ثلاثي وسط الملعب اللي عملوا مجهود كبير جدا، وفي نفس الوقت يبقى في تعليمات لحمدي فتحي وديانج ان هم يقفوا شويه في نص الملعب، يبتعدوا عن الزياده العدديه في الهجوم عشان يحافظوا على، لان احنا كسبانين 2-0 و2-0 متهيألي كانت نتيجه لو خلص الماتش كده كانت تبقى مطمئنه لينا بشكل كبير جدا. اللي بين السطور يا كابتن الناس كلها كانت حاسه، وانا ما عنديش شك انه اللعيبه كمان في الملعب جالها الاحساس ده، انه احنا قريبين من الثالث وسهل ان احنا نجيب الثالث فنكمل بنفس يعني بنفس الطريقه. ده كان احساس جمهور، انا ما اعرفش طبعا مستر كولر بيفكر ازاي ولا اللعيبه، انا مش مكانهم عشان اعرف الوصف. بس انا واحنا بنتابع المباراه انا قلت الاهلي قريب من احراز هدف ثالث، وبالتالي يعني الدنيا تخلص، يعني 3 هنا يريحونا قوي هناك. فيمكن ده الانطباع اللي كان عند مستر كولر او الانطباع اللي كان عند اللعيبه، مش عارف. لا هم لازم يفكروا مش زيهم زي الجمهور، ما هو لو اللعيبه والمدير الفني هيفكر زي الجمهور يبقى نجيب حد من الجمهور. لا انت الاحساس احساسك بالماتش للناس الفنيين بيبقى مختلف عن الناس اللي هي جمهور النادي الاهلي بيشجع وعايز اجوان، ولكن الاحساس بيبقى مختلف تحت وانت بتدير. فاحنا كنا واصلين 2-0 نتيجه كويسه. لو خلص بيها الماتش نتيجه مطمئنه، يعني شايف انه كان لازم نقفل الجيم على كده، يعني بعد البدء من الدقيقه 60 كان لازم يبقى فيه تغير. مش هنقفل ده بالعكس، احنا كان ممكن احنا لو قفلنا بشكل كويس جدا، لان فرقه الوداد ما كانش هيبقى قدامها غير ان هي تتقدم وتهاجم بشكل ممكن يبقى عشوائي، زي الكوره زي الكوره اللي مسكها بايده. انت لو تشوف المنظر فرقه كلها قدام، كلها قدام، مفيش غير واحد بس، وحسين الشحات وبيرسي تاو، 2 مهاجمين على الخطأ، فهم بيهاجموا بطريقه عشوائيه. فانت لو كنت قفلت في نص الملعب ونزلت لعيب وسط ملعب، وهو كان برضو من وجهه نظر ان عمرو السوليه كان لازم يلعب على حساب كهربا، تمام، ويبقى حسين الشحات وبيرسيتاو كفايه قوي الاثنين قدام، عمرو السوليه يبقى في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه يثبتوا شويه في نص الملعب، يبقى رباعي امام رباعي خط الظهر في نص ملعبنا. ازاي ندافع كويس جدا لما نقطع، ازاي نطلع الكوره لحسين وبيرسيتاو عشان نستغل المساحات اللي كده كده كانت هتتفتح بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لان الوداد ما كانش في حاجه هيبكي عليها. 2-0 عرفوا ان هم طلعوا من البطوله. ما كانش في هدف قدامهم غير ان هم يجيبوا هدف. صحيح. وانا ده برضو وده برضو مجرد قرايه يعني او احساس، انه سفين فاندن بروك راهن او غامر قال لك، وهو طلب من لعيبته
الهدف بتاعنا من بعد الاهلي مسجل هدفه الثاني ان احنا نسجل هدف حتى لو استقبلنا هدف ثاني. يعني اطلع حسبها كده، قال لك اطلع 3-1 احسن ما اطلع 2-0، اسجل هدف هنا في القاهره يريحني قبل ما اروح كازابلانكا. فعشان كده شفنا زي ما حضرتك بتقول من شويه في هجوم عشوائي وفي مساحات من وفراغات ورا في شوارع في دفاع، فاعتقد ده مش طريقه لعب او مش شكل منظم لفريق بحجم الوداد بيلعب في مباراه بحجم نهائي دوري الابطال. لا لا لا، ما كانش شكل منظم، لان هو عنده حق ان لو الماتش خلص 2-0 هو محتاج ان هو يكسب هناك 3-0 يجيب 3 جوان، ودي مستحيله في النادي الاهلي. انما مثلا لو 3-1 هيجيب جونين يعني تبقى 1000. فهو ما كانش قدامهم ولا هو ولا لعيبه الوداد ان هم غير ان هم يحرزوا هدف. وعلى فكره الراجل ده ما اشتغلش مع فرقه الوداد، ده بقاله فتره قصيره معاهم، شهر وشويه بالظبط. يعني هو يعني حته ان بصمته وفكره، لا لا لا، انا من يعني بس من وجهه هو نظري هو اشتغل في الدوري المغربي واشتغل في افريقيا كتير يا كابتن خالد، كويس وحافظ الاهلي كويس قوي على فكره، كويس. بس ما ينفعش مدرب يروح يمسك فرقه شهر ويبقى له بصمات، لا لا لا، بيبقى محتاج شويه وقت شويه زياده مع اللعيبه. ولكن لعيبه الوداد برضو المواقف بتاعه الجماهير والضغط العصبي والنفسي، لا هم بيعرفوا يتحكموا في نفسهم بشكل كويس. طيب قبل ما اروح لهناك، واحد، التجربه بتاعه الوداد سان داونز في المغرب مفيده لينا؟ يعني فرقه يعني من اقوى فرق القاره بتلعب ناقصه واحد من الشوط الاولاني وناقصه الثاني في الشوط الثاني مع الوداد على ارضه وسط جمهوره، وقادره تخرج بالجيم بالنتيجه دي او بالسكور ده، هل طريقه سان داونز او هل اسلوب سان داونز قد يكون مفيد في مواجهه الوداد، ولا الاهلي شيء وسان داونز شيء ثاني خالص، فبالتالي ما نحطش القصه دي في حساباتنا؟ لا، الاهلي شيء وسان داونز شيء خالص. يعني انت تفتكر على فكره لما كنت معاك هنا في البرنامج لما القرعه اتعملت بتاعه دور الثمانيه المواجهات وسالتني الفاينل مين، قلت لك الاهلي والوداد لو ترجع للحلقات، بس ده من الاول خالص، من الاول خالص. فرقه الوداد داي، وانا دا قلت برضو معاك ان فرقه الوداد الفرقه اللي بتعرف تدافع كويس هي اللي تخوفك. سان داونز فرقه هجوميه بيهاجموا بشكل كويس وبشكل مؤثر، ولكن دفاعيا عندهم اخطاء كبيره جدا جدا جدا. بس رغم كده، رغم ان هم كانوا بيلعبوا ناقصين مع الوداد في ملعبه في المغرب، طلعوا 0-0 ناقصين بيلعبوا شوط كامل. لو اتعاد تاني بس مش شوط كامل، بس لو اتعاد تاني الوداد زي ما بقول لك الحلول الفرديه عند اللعيبه قليله. يعني ما فيش الحلول الفرديه، المهاره ما عندهمش حد زي بيرسي تاو او حسين الشحات او كهربا عنده حلول. لا، فانت لما بتقفل قدام، انت لما اي فرقه بتيجي بتدافع، لو انت بتقول لعبوا ناقصين 2 لعيب، فاضل كام لعيب؟ 8، يعني فاضل 9 لعيبه جون، حارس مرمى و8 لاعبين، لو دفعوا بالثمانيه لا يقفلوا الدنيا، مش مهم الاثنين دول. في النواحي الدفاعيه هي هتبقى مؤثره لو انت ناقص في النواحي الهجوميه. بس حاجه دلوقتي بتقول سان داونز دفاعيا مش افضل حاجه، عندهم اخطاء، عندهم اخطاء طبعا. ورغم ان هم كانوا بيلعبوا ناقصين في المغرب، يعني 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 هو اوريدي وهو كامل العدد فريق عنده اخطاء دفاعيه واضحه للجميع بالظبط، وبيلعب بره ارضه مع الوداد في قدام جمهور الوداد ومناقص لاعب، وقدر ان هو يطلع بالنتيجه تعادل 0-0 كويس. فرغم انه انا بشوف الاهلي دفاعيا افضل بمراحل من سان داونز كتير طبعا، فبالتالي مفيش مقارنه. فبالتالي يعني مفيش مقارنه ما بين الاهلي وسان داونز في النواحي الدفاعيه. بس انا كنت بكلمك في حته بعيد عن سان داونز. اي فريق هيلعب ناقص 2 لعيبه سهل جدا انه يعمل دفاع، ان هو يدافع بشكل كويس وما يجيش فيه جوان. ولكن لو هتطلب منه وهو ناقص ان هو يهاجم، هي دي المشكله. تمام، زي مثلا لما بتعمل كره بالعرض على 3 مهاجمين على مدافع واحد جوه ال 18 مش هيجيبوا جوان، هم 3 ومدافع. فهي دي اللي انا كنت اقصدها. لا، مفيش فرق بين النادي الاهلي وبين سان داونز في النواحي الدفاعيه، احنا احسن كتير جدا في الدفاع وفي الهجوم. انا كنت بتكلم على فرقه الوداد بيعرفوا يدافعوا كويس، في استغلال بقى بيستغلوا كل العوامل المساعده الخارجيه وجوه الملعب، بيعرفوا يتصرفوا معاها بشكل كويس جدا. من ناحيه اضاعه وقت، من ناحيه ربنا يستر على التحكيم يوم الحد، يعني العوامل دي كلها
باذن الله لازم نتعامل معاها بشكل كويس. صحيح. طيب خليني اخدك لماتش الحد، وقبل ما اخد قبل ما اروح لل 90 دقيقه عايز اقف معاك شويه فتره الاعداد والتحضير للمباراه سواء في القاهره هنا او بعد ان شاء الله وصول البعثه بالسلامه للمغرب. على مستويين، مستوى نفسي وذهني ومستوى بدني وفني وخططي. شايف الاعداد الافضل نفسيا ومعنويا للاعبتنا ازاي في الفتره دي؟ ان ينسوا الماتش الاولاني وينسوا النتيجه، احنا رايحين نلعب اكننا هنلعب مباراه واحده، هو ده الفاينل. احنا السنه اللي فاتت لعبنا الفاينل من مباراه واحده. فننسى النتيجه وننسى الماتش دون، احنا متقدمين بهدف كسبانين 2-1، التركيز كله في كيفيه التعامل مع الاجواء اللي هم هيشوفوها واللي هي واضحه مثلا بالنسبه لي بشكل كبير جدا واكيد واضحه ليهم. الجمهور هيبقى مليان الملعب، ما تنزلش تبص على الجمهور، خليك باصص في مستوى الرؤيه بتاعك. دايما انا اقول مستوى الرؤيه خليه على قد النظر بتاعك، ما تبصش فوق، فانت مش هتحس بقى ان زحمه والناس. دي اول حاجه. نمرة اتنين، كيفية التعامل مع لعيبة الوداد جوه الملعب، لأن لعيبة الوداد هيحطوا لعيبتنا تحت ضغوط رهيبة جدا، هيحطوا لعيبتنا والحكم. أنا متأكد في ده. الحكم حنجيب. على فكرة خليني أكلم مع حضرتك في الجزئية دي، أنا بشوف إنه مش عارف دي ثقافة ولا دي أسلوب ولا يعني بشوف إنه لعيبة شمال أفريقيا عموما تونس جزائر مغرب بيجيدوا جدا يعني محترفين في قصه ان هم يتعاملوا في مساله الضغط النفسي على الحكم، قدرتهم على التاثير، عندهم حرفيه، يعرفوا ياخدوا من الحكم اللي هم عايزين، يعرفوا يبيعوا للحكم او يقنعوا الحكم، بيعرفوا يخدوا يعرفوا يخدوا الحكم ويسيطروا عليه ويحطوه، مش عايز اقول في جو ارهابي، بس بيبقى فيه معمول لهم حساب، على عكس من لعيبتنا هنا في مصر بشكل عام. ولعيبه الاهلي طبعا هم يعني مؤدبين واخلاق على اعلى مستوى، بس الحقيقه في اوقات بيبقى القصه مش كده، يعني لازم الحته دي يبقى فيها حنكه، يبقى فيها خبره، ازاي تقدر على الاقل لو مش هتاخد منه حاجه ما تخلوش يظلمك او يجي عليك. زي ما بقول لك الاجواء جوه الملعب اللي هيقابلها لعيبه النادي الاهلي من قبل لعيبه الوداد هم في حاجتين احنا لازم نتجنبهم خالص. كور مشتركة، هو هيورطك في كور مشتركة كتير وفي التحامات كتير. أيوة. عشان يدي فرصة للحكم ان هو يجامله. لو عايز يجامله وبإذن الله ما يجاملهمش في حاجة. فيبقى ازاي ان انا اشغل مخي واتعامل مع، على فكرة انا كنت يعني بعد ما عايز اعلق على كلام الكابتن خطيب النهاردة. أيوة. لان انا اتفرجت على الاجتماع ده وشوف بقى حنكة كابتن خطيب، عشان هو طبعا كان لعيب كبير واسطوره من الاساطير. انت هتشوف هو دلوقتي جمع الجهاز الفني كله جوله اتكلم معاه. في لقطه تانية هو ماشي دلوقتي هيروح للعيبه. أيوة. مع الجهاز ده كلام تاني، قاعد اتكلم مع كل الناس. تالت حاجه جاب كولر لوحده مع المترجم ووقف اتكلم معاه. فطبعا الترتيب دون او التنظيم ده في الكلام ده مش جاي كده، مش بالصدفة يعني. لا مش بالصدفة، دي عملية مترتبة وعملية من كابتن كبير زي كابتن خطيب، هو عارف يتكلم مع مين امتى وقدام مين. فابتدى بالجهاز الفني كله وبعدين راح للعيبة مع الجهاز، زي ما احنا شايفين بعد ما هيخلص اللقطة دي هيروح هياخد كولر لوحده هو والمترجم ويتكلم معاه. ففي فرق بين الحديث في الثلاث مواقف دول، في كلام اتقال هنا ما اتقالش هنا وما اتقالش هنا. فدي نقطه مهمه جدا، وكانت طبعا زياره كابتن خطيب للفرقه في التوقيت ده مهمه جدا، لان ازاي وجوده هيدي ثقه للجهاز وللعيبه، وهيدي طمانينه للجهاز وللعيبه، وهيديهم شيء من التركيز اكتر. شوف اللقطه الثالثه، خد كولر مع المترجم، بص حتى في واحد من الجهاز اتكلم مشي. دي ثالث حاجه. يعني كابتن خطيب ابتدى الكلام مع الجهاز الفني كله، وبعدين خد الجهاز الفني وراح للعيبه اتكلم مع اللعيبه، وبعدين مع كولر والمترجم لوحده. ايوه ده كلام وده كلام وده كلام. وخد بالك برضو الاجواء المنتظره للاهلي في المغرب يمكن ما مرش بيها مستر كولر قبل كده، حتى في مباراه الرجاء، وخصوصا ما حسيت لقاء نهائي ومباراه عوده. فبالتالي
يجب اعتقد يعني يجب على طبعا اكيد كابتن محمود الخطيب اتكلم في ده، اكيد كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم في ده، لكن يجب تهيئه كولر انه قصه مش قصه كوره بس ومش قصه 90 دقيقه بس، لا فيها حاجات تانية كتير لازم يبقى هو حاططها في اعتباره ومحضر السكواد اللي معاه او محضر فرقته لازاي انها تتعامل معاه. دي نقطه مهمه جدا لان هو فعلا الاجواء دي هو مش متعود عليها وما تعودش عليها، لازم يعيش فيها من دلوقتي ومش متوقع، فلازم يعيش فيها من دلوقتي. والناس اللي حواليه لازم تعيشوا في الاجواء اللي احنا هنشوفها من دلوقتي. يعني من ناحيه الجمهور في الملعب، من ناحيه التحكيم، اي حاجه بره ال 90 دقيقه، اي حاجه بره ال 90 دقيقه بالظبط، عشان يبقى هو هادي ويعرف يتفاعل ويتعامل مع الماتش. طيب يعني خليني اروح ليهم هم الاول. يمكن انا كنت في بدايه الحلقه بقول انه احنا رايحين بافضليه، رايحين بافضليه ان عندنا اكتر من نتيجه تخدمنا في تحقيق اللقب. اولهم الفوز باي نتيجه، تانيهم التعادل باي نتيجه، ثالثهم لا قدر الله الخساره بس يبقى عن طريق تسجيلنا على الاقل هدفين. يعني لو خسرنا 3-2، لو خسرنا 4-3، اي خسرنا اي نتيجه غير 1-0 او 2-1 احنا حقق اللقب، فبالتالي احتمالياتنا اكتر بكتير وافضل بكتير منهم. نمره 2 عندنا افضليه التقدم، يعني اللي عنده رغبه اكتر في انه يهاجم، اللي عنده الهدف الرئيسي انه يسجل هو الوداد، مظبوط ولا لا؟ فخليني اسالك ده الاول، هل يفكر فاندن بروك في انه يلعب جيم هجومي مفتوح قدام النادي الاهلي، ولا ترى انه او تعتقد انه هيكون سيناريو مختلف عن اللي احنا منتظرينه؟ انت قلت ان اللي هيبقى متسربع ومستعجل عشان يسجل هدف هو الوداد، ده طبيعي عشان يرجع، ده الوضع الطبيعي. أيوة. عشان هو متاخر بهدف، مظبوط، ولكن من خبره الواحد برضو ومشاهداته الكتيره سواء وانا بشتغل او سواء وانا بتفرج، مش هيحصل كده لان هو عايز يكسب 1-0. الهدف ده ممكن يجي في الدقيقه 88. أيوة. ممكن يجي في الدقيقه 70. مش في البدايه. حاله التسرع دي مش هتبان من البدايه، مش من البدايه، لان هو مش من مصلحته ان يلعب برتم عالي هيشدك معاه. تمام. لا، زي ما انا قلت لك في الاول ازاي ينيمك. هو هيبتدي، كل الناس بتقول ان فرقه الوداد هتبتدي ضغطه من اول الماتش على فرقه النادي الاهلي. تمام مش هنشوف كده، هنلاقي الدنيا هاديه 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 هاديه، ربع ساعه في الشوط الاولاني هتلاقي الريتم اتغير واللعب اتغير، ربع ساعه وثلث ساعه. تمام. وبرضه عشان هما ما يصرفوش في بذل الجهد اللي انا كنت بتكلم فيه. احنا لازم نبقى عارفين السيناريو ده بشكل كويس جدا، ولازم نبقى احنا عارفين الهدف بالنسبه لنا ايه. الهدف بالنسبه لنا مش ان احنا هنقعد ندافع 90 دقيقه، لا. طيب. الهدف بالنسبه لنا ازاي نجيب جول. طيب انا عندي سؤال طبعا، ازاي ندافع؟ يعني هو مهم جدا تتكلم في فكره انه ازاي تدافع وفكره انه ازاي تسجل، دول سؤالين مهمين جدا، وبالتالي دول يمكن يكونوا اهم سؤالين في ال 90 دقيقه. ازاي هتدافع وتمنع الوداد من التسجيل، وازاي تسجل تقدر تسجل في الوداد هدف يصعب من مأموريتهم ويسهل علينا الدنيا كتير. بس قبل ده انا عايز اقف معاك في شويه ارقام او خلينا نقول تحليلات لكتير من الناس اللي قيمت الاهلي دفاعيا، وانا وحضرتك متفقين وكنا لسه بنقول من ده انه الاهلي يعني تطور دفاعيا جدا مع مستر كولر، وده حاجه بتعكسها الارقام. لكن في نفس الوقت مش عايزه يكون فخ، لانه الوداد في مباراه القاهره شكل علينا خطوره كتيره جدا، صحيح ما بيوصلش كتير، لكن في كل الاوقات اللي وصل فيها كان عنده فرصه مؤكده وكان ممكن يسجل مره واثنين وثلاثه. شوبير انقذ واحده في الشوط الاول زي ما حضرتك كلمت، انفراد واضح وصريح، فرصه هدف مؤكد، وانقذ واحده في الشوط الثاني برضو، والعارضه تكفلت بالفرصه الثالثه او بالتصويبه الثالثه. يعني هل عاين الاهلي دفاعيا او هل كان في اخطاء دفاعيه واضحه، بالاضافه طبعا لكره الهدف اللي كان فيها مسؤوليه مشتركه؟ هل المباراه دي شهدت ارتباك دفاعي او اخطاء دفاعيه خلينا نقول ساذجه من 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 من, من, من فرقه النادي الاهلي؟ لا، مش اخطاء دفاعيه ساذجه، لا. مش اخطاء ساذجه، ولكن هي كانت حمدي فتحي وديانج كان لازم مستوى الاداء بتاعهم كان يتغير شويه. هو من بدايه المباراه لغايه الدقيقه 60 65 حمدي فتحي 70% هجومي 30% دفاعي، يعني 70%
بيقوم بأدوار هجومية وبيكمل مع المهاجمين قدام وأدوار دفاعية بنسبة 30%. تمام. كان لازم الفرقة كلها كانت طالعة بالنسبة يعني مش ممكن الفرقة كلها تبقى هجمة ومش ممكن فكرة. ما كانتش الفرقة كلها هجمة، احنا ما كناش بنهاجم بكل فرقة على فكرة، انت بتهاجم بالثلاثة اللي قدام. ده سامبو، بولي سامبو رأس الحرب بتاعهم كان راجع نص ملعبهم، يعني هما كان دي الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها. اطلب من حمدي او الزون من نص الملعب. انا فاهم، بس في الوقت ده اطلب من حمدي لا مش في الوقت ده، انا ما بتكلمش في الوقت ده. اللي سامبو راجع في نص الملعب مش هو ده. لا دي ان هما وصلوا وهما بيلعبوا بالطريقه دي بالظبط، يعني الاوفر اللي اتلعب لسامبو وريحه بدماغه الراجل راح انفراد، كان انفراد صريح يعني ثلاث لمسات او ثلاث لعبات بالظبط. لعيبه نص الملعب اساس الدفاع، مش يعني لو في اخطاء دفاعيه ما بتبقاش مسؤوليه خط الدفاع بس. انا فاهم لو بدءا من حتى المهاجمين. طيب فلو عشان ما حملهاش لخط الدفاع، انا بقول انه كان من السهوله بامكانيه وصول الوداد لمرمى شوبير مره واثنين وثلاثه واربعه، ده كان سببه ايه؟ عدم الارتداد بعد ما الكوره بتتقطع مننا من الناحيه الهجوميه، عدم الارتداد السريع للناحيه الدفاعيه. بالذات للاثنين لعيبه حمدي فتحي وديانج. طيب الهدف اللي دخل في الاهلي كان في منطقه البوكس بتاعت الصندوق، علي معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم واليو ديانج. اليو ديانج كان واقف في السكس يارد مع راس حربه فريق الوداد ومحمد هاني، ورغم كده ثلاث لاعبين للوداد موجودين في المنطقه سجلوا هدف. علي معلول كان مع اوناجم بره يعني على الطرف، اقصد خط الدفاع كله مع ديانج. اوناجم لعب الباصه ايوه تمام، والراجل الظهير الايمن جاي بسرعته ايوه قادم من الخلف. محمد عبد المنعم كان من الثبات، وهي دي الغلطه. مفيش دايما ولعيبه الكوره لازم من المواقف الكتيره هتتعلم في حاجات. ما ينفعش الاقي واحد جاي بسرعته هيدوس على الكوره ويكمل وانا ابقى من الثبات. هيفوت مني وهيعديني، وهو ده اللي حصل. محمد عبد المنعم لو كان مش واقف ثابت على رجلين الاثنين، على كعاب رجليه يعني زي ما احنا كمدربين بنقول، لو واقف هو بيتحرك شويه وشايف الراجل انه هيزق، كان ممكن لو كمل معاه ما كانش في مشكله. تمام. هنيجي بقى لما الكره اتلعبت، يعمل فاول او يعمل فاول أو بس يعمل كان فاول. ده كان جوه ال 18 ده دسوه ودخل جوه ال 18. الكره بقى لما اتلعبت بالعرض، انت كده عندك محمد عبد المنعم طلع بره اللعب وعلي معلول طلع بره اللعب. كان عندك فيه ياسر ابراهيم، ياسر راح عليه وعمل تاكلينج على الارض عشان لعبها يمنع العرضيه لو هتتلعب عرضيه، هو لعبها لورا كويس. في مين بقى كان موجود؟ كان محمد بولي سامبو وقدامه ديانج الاثنين. بولي سامبو حاول يسيطر على الكوره ما عرفش، هي دي بقى خبطت في البوتس بتاعته وراحت ورجعت لورا هو شوبير والجون. فحط جون. طب مروان عطيه كان فين؟ في الموقف ده بقى اللي احنا عمالين نفسر فيه، مروان عطيه فين؟ ما شفتوش. يبقى هنا تمركز مش مظبوط. حمدي فتحي فين؟ مش ما شفناهوش في الصوره دي خالص، يبقى تمركز مش مظبوط. هو ده اللي انا بكلمك كنت فيه. ان كان لازم ديانج وحمدي يقفوا شويه، يقفوا كلاعبي لاعبي وسط مدافعين مع مروان عطيه شويه في الوقت ده من الماتش. يعني يقلبوا، انا ممكن ابتدي ماتش بأداء معين وبعدين أغير دماغي أقف، أحس إن الفرقة محتاجاني إن أنا أقف في مكاني شوية. تمام. منها إن أنا أخد نفسي شوية، ومنها إن أنا أأمن نفسي وأأمن فرقتي. فحمدي فتحي ومروان عطية في الهدف المفروض يبانوا، المفروض كنت تشوفهم، لا ما شفناهمش. يبقى كانوا متمركزين غلط وكانوا مضروبين، ما لحقوش إن هم يرجعوا ويحطوا نفسيهم في المكان المظبوط. تمام. بمناسبة شوبير والحقيقة تألق في المباراة اللي فاتت، وجهت النظر وجهه بتقول طبعا عوده الشناوي بخبراته بتراكم الخبرات اللي عنده وجوده كقائد في الملعب للعيبه، حتى لو كان بنسبه 80% جاهز افضل لحراسه المرمى. وفي ناس تقول لا شوبير ادى ويكمل ويلعب الماتش اللي جاي. كابتن خالد رايه ايه؟ حراسه مرمى النادي الاهلي شوبير عمل ماتش هايل. وزي ما بقول لك من المكاسب الكبيره جدا بتاعت الماتش. ولكن أنا دايما كمدير فني لازم أفكر برضو في مصلحة اللعيب. يعني محمد الشناوي زي ما أنت قلت خبرة كبيرة جدا، تعتمد هل هو سليم ولا مش سليم. تمام. لو محمد الشناوي سليم لا يكون هو موجود، عشان حتى هحاسب. هو ممكن يبقى سليم ولائق، بس ممكن يبقى فنيا مش هو الشناوي اللي قبل الإصابة. يعني ده وارد جدا.
يعني الشناوي بقاله قد ايه ما حطش رجله في الملعب؟ بقاله فتره طويله، لكن هو ممكن يبقى تعافى من الاصابه، جاهز طبيا، جاهز طبيا يقول لك الشناوي يلعب، لكن فنيا ما وصلش للفورمه اللي كان عليها قبل الاصابه. فانا اقدر اقول الشناوي 80% 85% من مستواه، هيجيب 85% من مستواه في على ماتش الحد اللي جاي. اراهن على الشناوي ولا ادي لشوبير؟ لا اراهن على الشناوي عشان على الشناوي. احافظ على شوبير كمان. تمام. لان ما احط الشوبير برضو في الظروف دي زي ما بنقول، لو الشناوي متعور وبعيد يبقى شوبير اكيد طبعا. خلاص دي مفيش كلام، مفيش جهاز فني هيغامر في ماتش زي ده، ولكن الشناوي زي ما انت بتقول 80% 85% لا بخبرته وبوقفته وبثقته في نفسه وعدد الماتشات اللي لعبها لا هيكون برضو يكون هو موجود عشان كمان احافظ على شوبير. طبعا. لان حرام برضو عليا انا كمدير فني لو عندي الحارس اللي هو سنه كبير سنه لا على الشناوي يعني شناوي. خبره وجوم مصر واحسن جوم في افريقيا ان انا اضحي بولد لسه بروميسنج ولسه صغير ولسه طالع وعمل ماتش كويس جدا انا عايز احافظ عليه برضو. وفي نفس الوقت الشناوي وجوده لا هيدي ثقه برضو نمره بشكل كبير بالنسبه للفريق. طيب احنا بقى يعني يمكن اتكلمت على الوداد، عايز اتكلم احنا ازاي بيفكر او ازاي هيفكر كولر في المباراه. والحقيقه في سيناريوهات كتيره جدا ممكن نطرحها او نتخيلها ايه ممكن يكون الافضل من وجهه نظر كابتن خالد. فكره ان الاهلي يلعب كورته، وده شفناه مع فرق كتير بره الارض، يعني شفنا الاهلي يمكن حتى من بعد فتره عدم الاستقرار او اهتزاز العروض اللي انتهت بماتش سان داونز بره في جنوب افريقيا في بريتوريا، من بعدها الاهلي بيلعب بره بيلعب جوه بيلعب بنفس الطريقه بيلعب بنفس الاسلوب بصرف النظر عن اسم المنافس، بصرف النظر بنلعب محلي بنلعب افريقي. والاهلي قدم عروض قويه جدا وقدم كره هجوميه ممتعه جدا واتطور دفاعيا جدا، قطن كاميروني، هلال هنا في القاهره، رجاء مغربي هناك وهنا، ترجي هناك وهنا، شفنا الاهلي بيلعب كره ممتعه، مستحوذ بيلعب بره بيلعب جوه، استحواذ هو اسلوبه الاستحواذ الايجابي، كرة الهجومية، قدرة على صناعة فرص كتيرة جدا، وقدرة في النهاية على الفوز برضو. هل تلعب بنفس الطريقة والأسلوب والمنوال مع الأخذ في الاعتبار أن دي مباراة مهمة جدا في بطولة هي الأهم ومباراة صعبة، ولا تفكر تغير من طريقتك وتقول لا أنا أحاول أوهم الوداد أن أنا هلعب جيم دفاعي، هتخلى عن الكرة وهتخلى على فكرة الاستحواذ، وأحاول ألعب جيم، هصور أن أنا هلعب جيم دفاعي بحيث أنه أستدرجه وابتدي ألعب على الكاونتر اتاك. الفكر اللي بيفكر فيه مستر كولر لل 90 دقيقه، الطريقه الانسب لمواجهه الوداد في مباراه العوده؟ انا متهيألي مستر كولر هيلعب بنفس الطريقه، بنفس مع الطريقة. اختلاف المهام مع واختلاف الوظائف، يعني نفس اللعيبه بنفس الطريقه مع اختلاف المهام اللي هيطلبها من اللعيبه جوه الملعب. ما هو ممكن انت تيجي النهارده اللعيب بتديله مهام هجوميه بنسبه اكبر، تيجي في ماتش تلعبه هو بس تقلل من المهام الهجوميه تخليها 50-50. يعني انت متفق على انه التشكيل اللي بدانا فيه القاهره وطريقه اللعبه اللي بدانا فيها في القاهره هي الانسب للبدايه في المغرب؟ بالظبط، مع اختلاف المهام التكيفات. بالذات لحمدي فتحي وديانج. مفيش اسماء تانية ممكن الكابتن خالد يكون ليها دور مهم في مباراه مفيش لا. اسماء ممكن كمان خليني اقول يبقى ليها خبرات وخصوصا مع فرق شمال افريقيا ممكن يكون ليها دور من البدايه في مواجهه الوداد؟ لا في، بس برضو انت بتلعب مباراه على بطوله. ايوه. مش من المنطقي ان انت هتجيب واحد بعيد شويه او ما بيلعبش بشكل مستمر وتيجي تحطه وتاخده من الدار للنار. لا انت ماشي، الفرقه اللي عملت نتائج هايله زي ما انت قلت، الهلال السوداني والقطن، ما هي نفس المجموعه دي اللي هو يعني مركز عليها مستر كولر، مع اختلاف المهام. تمام. مع اختلاف المهام. طب معلش، وفي نفس الوقت تفضل. لازم يكون عندي اوراق رابحه معايا بره على الدكه ممكن استخدمها في اي وقت. طيب خلينا عشان تعرف احنا اليومين دول كله بيتكلم في الماتش وكله بيتكلم في يعني ازاي الاهلي ان شاء الله يتوج باللقب، فبنسمع سيناريوهات كتيره جدا. واحد من السيناريوهات كان فكره انه تحت عنوان يعني هل يعتبر ضرب من الجنون ان انا اغير طريقه اللعب والعب مثلا في المباراه دي 3-4-3، يعني ابدا بدل ما ابدا ب 4-3-3 ابدا ب 3-4-3 وابدا بثلاثي مثلا في خط الظهر منعم وياسر ومتولي،
عشان امتص قدرات الوداد الهجوميه اللي يمكن ما ظهرتش. خدوا بال حضراتكم برضو انه الوداد على ملعبه اكيد هيبقى اجريسيف اكتر، اكيد الشق الهجومي عنده او الناحيه الهجوميه اكيد وسط جمهوره مطالب انه يبان بشكل اجريسيف. يعني حتى لو تكتيكيا فاندن بروك قال لهم جيم مقفول لغايه لما اقول لكم هجوم، يعني بس الضغط الجماهيري اكيد هياثر على اللعيب. ففي ناس تقول لك ليه ما يفكرش يلعب ب 3 4 3 ويبقى في عندي 3 ثابتين في خط الظهر يتعاملوا مع الغشامه الهجوميه للوداد، وادي اريحيه كمان لخط النص انه يعمل سكند بلوك ويبقى بيساعد، عنده اكتر من واجبات دفاعيه، عنده قدره على انه يقوم بنواحي هجوميه تقدر تساعد في كاونتر اتاك مع سرعات تاو وسرعات حسين الشحات. اكبر يعني انا بقول بس يعني انا كويس. انا مش مقتنع، انا ممكن ابقى مش مقتنع بس كويس. انا بقول لحضرتك يعني دي واحده من وجهات النظر يعني. يعني الرد على وجهه النظر دي بسيط جدا. أيوة. خد بالك الكلام في الكوره سهل جدا، ما انا فاهم طبعا، وممكن يبقى صعب جدا طبعا طبعا، فبقدر طبعًا. الامكان انا هسهل بحيث ان اللي يتفرج علينا يفهم يعني. تمام. طب لو لعبنا بثلاثة مساكين على حسب وجهه النظر اللي قال 3 4 3، هم بيلعبوا بكام راس حربه؟ براس حربه واحد. طيب يعني هتوقف 3 على لعيب، بقوا هم زياده عليك بقى في مساحات الملعب الثانيه قد ايه؟ بس خد بال حضرتك انه نجم وزهير المترجي في الماتش ده اساسه جناح. طبعا دول اساسهم اجنحه. ايوه بيخشوا على جوه، بيخشوا على جوه وبتزيد الاظهره من وراهم. لما يخش على جوه ما هي واجبات كل طريقه وواجبات اللعيبه. الجناح مسؤوليه مين؟ الباك. تمام. سواء بيلعب على الخط سواء دخل لجوه. لجوه. مش مسؤوليه مساك، خد بالك. أيوة. لان لو في فرقه مش فاهمه الكلام ده بتحصل لها مواقف كتيره قوي بيضحك عليها فيها. أيوة. يعني دايما في طرق اللعب الحديثه دلوقتي بنقول الجناح مسؤوليه الباك. يعني الجناح بيلعب ناحيه الشمال مسؤوليه مثلا محمد هاني. تمام. لو لعب على الخط مسؤوليه محمد هاني. نمره واحد ازاي ما خلوش يرقصه ويفوت منه من على الخط. تمام. طب لو دخل جوه ايه اللي هيروح فين بقى اللي دخل جوه؟ مين اللي هياخده؟ برضه محمد هاني، لغايه يعني بيبقى في مسافه محدده بيخش معاه لجوه. تمام. خد بالك النادي الاهلي بيعمل الحته دي وبيضرب بيها الفرق كلها. حقيقي. حسين الشحات وبيرسي تاو بيسقطوا او بيخشوا لجوه بيقطعوا مين بيمسكهم؟ بيبقوا على طول فري. محدش ماسكهم وبيمسكوا الكوره، وعشان كده بيقدروا يصنعوا لعب ويلعبوا سروهات. لأول ما بيخش جوه محدش بيمسكه، خلاص مش متشاف، بيبقى فري وفاضي فبيقدر يلعب. فلعيبة النادي الأهلي فاهمة الكلام اللي أنا بقوله ده بشكل كويس جدا، كل واحد في مركزه، وإحنا بندافع هيلعب مع مين وفين وإزاي. تمام. فطبعا اللي بيقول 3 4 3 بيلعبوا راس حربة واحد، أوقف عليه 3 لعيبة. طب هم زادوا عليا كده ايه؟ 2 لعيبة في مساحات الملعب. هو 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 الكلام كمان على فكرة انه مع الكرات العرضية اللي بيوجدها جدا فريق الوداد، هم بيعتمدوا بشكل أساسي معظم أهدافهم لو ما جاتش من ضربات جزاء بتيجي من كرات عرضية ثابتة أو متحركة. هم سجلوا 11 هدف في البطولة، منهم تقريبا 8 أهداف بالشكل ده. ففكرة انه هيعلق طول الوقت جوه الصندوق، يعتمد على خطأ دفاعي، يعتمد على كرة ملطوشة، يعتمد على دربكة، فبالتالي لما انا ازود العدد في جوه المنطقه دي كان صاحب النظريه يعني انه ازود لهم اعداد المدافعين واللعيبه اللي بتجيد العاب الهواء جوه المنطقه، ده يحد بشكل كبير جدا او يمنحهم او يشللهم، يعني يعمل عمليه شلل للسلاح الرئيسي اللي هم بيستخدموه هو الكره العرضيه. ايوه. الكره العرضيه بتتلعب منين؟ من على الاجناب. ايوه. طب بدل انا ما ازود واحد جوه 3 مساكين، طب ما نقفل الجناب بشكل كويس جدا بحيث ان انا امنع اي كره عرضيه تلعب. ده يخلينا نقول انه لو 4 3 3 بنفس الاسماء حضرتك هتدي تكليف للاعيبه خط النص انه ادوارها الدفاعيه تبقى اكتر، تميل اكتر للناحيه الدفاعيه. مروان عطيه 80% دفاعي 20% هجومي في الباص. تمام. يعني ادواره الهجوميه ان هو بيمرر فقط لا غير. تمام. لكن مفيش زياده. مفيش زياده. ديانج وحمدي فتحي 65% دفاعي في نص الملعب ثابتين مع مروان عطيه، و35% هجومي برضو عن طريق التمرير. وفي عندنا 3 فراوده نرميهم قدام عندهم حلول كتيره جدا ممكن يعملوا مشاكل لفرقه الوداد. ايه السيناريوهات المختلفه اللي تحطها او ترسمها للمباراه؟ اكيد المدير الفني بيقعد يقول ماذا لو في اول ربع ساعه، او لو في اول تلت ساعه، او لو خلصنا الشوط الاولاني بيبقى السيناريو كذا. ايه السيناريوهات اللي كابتن خالد يرسمها لمباراه الوداد؟ يعني الاهلي سجل هيكون ايه السيناريو؟ الاهلي استقبل ايه ممكن يكون السيناريو؟
الاهلي سجل نبتدي الاهلي يسجل ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. وعشان نسجل يعني ازاي ان احنا نقدر نبقى خطر ونجيب نقدر نسجل اهداف. ايوه احنا عندنا ثلاثه مهاجمين على مستوى عالي جدا 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 بيتمتعوا بكل حاجه في الكوره، استلام وتمرير وسرعه ومراوغه وتسديد وتهديف. كفايه قوي ان احنا نهاجم بالثلاثه لعيبه دول، يعني انا من وجهه نظري كفايه قوي واحنا بنهاجم في الثلاثه دول والفرقه السبعه لعيبه التانيين من تحتيهم. يعني انا مش عايز علي معلول يتقدم كتير رايح راجع، ولا محمد هاني، لا 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 مش مطلوب في الماتش ده. انا عندي ثلاثه قدام ازاي اطلع لهم الكوره ونطلع وراهم وهم عندهم الحلول. لان انت كده هتضمن انت لو رامي الثلاثه اللي قدام الفراوده دول كام لعيب هيقف معاهم من فرقه الوداد؟ ما ينفعش يقف ثلاثه، هيقف اربعه لعيبه معاهم. باقي كام من فرقتهم؟ ست، واحنا باقي كام من فرقتنا؟ سبعه، فاحنا بندافع هنبقى سبعه ضد ست، فهتدينا الغلبه وهيبقى فينا في اريحيه واحنا بندافع، بالذات لو قفلنا الاجناب كويس. وعشان نقفل الاجناب كويس يبقى لازم محمد هاني لو الهجمه من ناحيته محمد هاني ومثلا حمدي فتحي معاه ومن قدامهم الجناح. صحيح. طيب خليني اسالك، لا قدر الله ده السيناريو الاصعب بالنسبه لنا انه الاهلي يستقبل. في الحالة دي عندي حل من اتنين، واحد زي اتنين، يعني انه الوداد يسجل واحد زي انه الوداد يسجل اتنين. هنا قيمة الهدف بتاعي اللي انا لازم ارد عليه، يعني سجله واحد سجله اتنين، انا في الحالتين لازم اسجل هدف. لو لا قدر الله الوداد سجل، هل بتشوف انه الاهلي عينه يلعب جيم هجومي يفتح خطوطه ويلعب مباراة هجومية، ولا ينتظر يتأنى يتروى حتى تحين اللحظة اللي ممكن تبقى في آخر ربع ساعة أو تلت ساعة ويحاول فيها يخلص المباراة؟ لا خلاص لازم نهاجم طبعا، لازم تهاجم. يستنى إيه والبطولة تروح. ولكن مش برضو مش هنهاجم بشكل عشوائي. أيوه. لأن الأهلي ما ينفعش يخسر مثلا بنتيجة مش ما نتقبلهاش. أيوه. أنا أقصد أقول إنه حتى لو دفعت بكل خطوطك هجوميا وحتى لو الوداد سجل هدف تاني أنت محتاج برضو نفس الهدف اللي حافظ على فرصك في اللقب. يعني هم سجلوا واحد زي ان هم سجلوا اتنين، فهذه الفكره انه لازم هتهاجم. أيوة. ولازم هتعمل ان انت ازاي تسجل هدف عشان ترجع نفسك للماتش تاني او النتيجه تبقى في صالحك. ولكن في نفس الوقت مش عن طريق هجوم عشوائي. أيوة. صحيح. لا بتلعب جيم هجومي دفاعي طبيعي جدا. ازاي ان انت بتهاجم عندك ثلاثه فراوده، ازاي بقى تدي مهام شويه هجوميه لحمدي فتحي؟ احنا قلنا حمدي فتحي يقف شويه في نص الملعب. لا لو هنبتدي ان احنا عايزين نسجل ازاي حمدي فتحي يبتدي يتقدم تاني ويزيد مع الثلاثه المهاجمين؟ قلنا محمد هاني وعلي معلول ما يتقدموش بشكل كبير. طيب. لا هتبتدي تطلب مثلا من الباك اللي ناحيه الكوره ان هو يتقدم. اهم النصائح اللي تقولها لكباتن الفرقه في التوقيت ده وفي مباراة مهمة زي مباراة الوداد من واقع خبراتك الأفريقية يا كابتن خالد؟ الهدوء، ازاي يتكلموا مع اللعيبة يبقوا هاديين، ما يبقاش في احتكاكات ملهاش لازمة مع اللعيبة هناك عشان ما نديش فرصة للحكم يجاملهم. الثقة في الأداء، الثقة وانت معاك الكورة ازاي بستحوذ عليها وبباصي واخلي الكورة هي اللي تشتغل، لأن الكورة عمرها ما هتتعب. خلي بالك أكتر حاجة بتهد أي فرقة لما تبتدي تنقل عليها كورة كتير وهي تضغط عليك ومش عارفة تقطعها. صحيح. بتهمد. فازاي نحتفظ بالكورة؟ ازاي يبقى في انتشار كويس واحنا معانا الكوره بحيث ان ما نفقدهاش بسرعه؟ لان انت لو عايز كمان تحط نفسك في ناحيه دفاعيه بشكل كويس خلي الكوره معاك، لان مش ممكن الكوره هيجي في جون والكوره وانت عمال بتنقلها. يعني نورتنا وشرفتنا يا كابتن خالد. شكرا يا احمد، شكرا. اللقاء اللي جاي ان شاء الله نكون بنحتفل بال11 باذن الله. باذن الله ربنا يسهل ولعبتنا رجاله، وباذن الله قادرين ان هم يرجعوا بالكاس باذن الله ان شاء الله. معاكم يوم بيوم ولحظه بلحظه. بكره يبدا برنامج استعداد الاهلي لمباراه العوده في نهائي دوري الابطال. هنتابع مع حضراتكم عوده الاهلي للتدريبات بكره، ومعاكم من هنا لغايه ان شاء الله يوم النهائي يوم 11 ميعادنا باذن الله. ان شاء الله يكون التتويج بالبطوله رقم 11 في تاريخ الاهلي. بشكركم على المتابعه، بكره في نفس الميعاد السادسه دايما على شاشه الاهلي. تحياتي لكم.